أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أرحب بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان ما هو منهج تفسير ابن كثير؟ يعتمد ابن كثير في تفسيره على التفسير بالمأثور، وهو تفسير القرآن بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك يذكر الأحاديث والآثار المسندة إلى أصحابها وأقوال الصحابة والتابعين. كما أيضا اهتم ابن كثير باللغة العربية وعلومها، واهتم أيضا بالأسانيد ونقدها، واهتم ابن كثير أيضا بذكر القراءات وأسباب النزول، وقد ذكر ذلك في مقدمة التفسير فقال: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شهدوا من القوائم والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، وأيضا العمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد ابن جبر، فإنه كان آية في التفسير، ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وأيضا سعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليلتفت اللبيب لذلك والله الهادي. ومن منهجه ابن كثير في التفسير أنه وضح المعنى في تفسير الآية بعبارة سهلة وبأسلوب مختصر يوضح المعنى العام، وأيضا يفسر ابن كثير القرآن بالقرآن تفسير الآية بآية أخرى إن وجدت حتى يتبين المعنى ويظهر المراد، وقد يذكر ابن كثير عدة آيات في تفسير الآية الأولى، وكأنه يجمع بين الآيات المتشابهة والمتماثلة في المعنى والمتحدة أيضا في الموضوع، فتأتي الآيات المتناسبة في مكان واحد. وأيضا يقوم ابن كثير برواية الأحاديث إن لم يجد ما يفسره بالقرآن، فسره بالأحاديث النبوية، فيروي الأحاديث بالأسانيد غالبا وبغير إسناد أحيانا. أيضا يفسر ابن كثير بأقوال الصحابة، فيردف ابن كثير في تفسير الآية ما وصله من أقوال الصحابة في تفسير هذه الآية حسب المؤهلات التي يمتلكونها، وأيضا ذكر أقوال التابعين وتابعي التابعين، يذكر أقوال التابعين وتابعي التابعين ومن يليهم من علماء السلف وخاصة أهل القرون الأولى. أما علاقة ابن كثير بالإسرائيليات، فكان ابن كثير ينبه على الإسرائيليات في التفسير، تارة يذكرها ويعقب عليها بأنها دخيلة على الرواية الإسلامية، ويبين أنها من الإسرائيليات الباطلة المكذوبة، وتارة لا يذكرها بل يشير إليها، ويبين رأيه فيها، وقد نوه على وجود هذه الإسرائيليات في مقدمة تفسيره تفسير ابن كثير، فقال: تذكر الاستشهاد لا للاعتضاد. وأيضا ابن كثير علاقته بالأحكام الفقهية، كان يتعرض ابن كثير عند تفسير آيات الأحكام
إلى بيان الأحكام الشرعية، ويسترد في ذكر أقوال العلماء وأدلتهم، وأيضا يخوض في المذاهب ويعرض أدلتهم. توجد أيضا في مناهج ابن كثير الشواهد اللغوية والشعرية، فقد اعتمد على اللغة العربية في فهم القرآن، فيأخذ في الاعتبار مقتضى الألفاظ وأساليب اللغة ودلالات الألفاظ وشواهد الشعر التي تدل على المعنى وتوضح المراد. أيضا الأعلام والرجال، حرص ابن كثير على ذكر الأعلام الذين نقلت عنهم الآراء، فذكر العديد من أسماء العلماء وأعلام الرجال. ولا ننسى أيضا الاقتباس عند ابن كثير، فقد اعتمد على من سبقه من المفسرين، وهو ينقل عنهم ويصرح بذلك، ومنهم ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن عطية وأقوال ابن تيمية. اعتنى ابن كثير بالأحاديث، فكان يستعين بها في تفسير بها القرآن، فكان يذكر الحديث بسنده، يذكر حكمه على الحديث في الغالب، وترجيح ما يرى أنه الحق دون التعصب لرأي أو التقليد بغير دليل. أيضا يقوم بحشد الأحاديث الكثيرة في تفسير الآية الواحدة، حيث تقدر الأحاديث المذكورة في تفسيره بالآلاف الأحاديث. أيضا قام ابن كثير باشتماله على المناقشات الفقهية، فيلاحظ على ابن كثير أنه يدخل في المناقشات الفقهية ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم عندما يشرح آية من آيات الأحكام، فيبين على موقفه من آيات الأحكام، ينقل أقوال أهل العلم مشفوعة بأدلة كل منهم، ثم يرجح من أقوالهم ما يرى أن الدليل يدعمه أو أن السياق يؤيده. أما موقف ابن كثير من الإسرائيليات، فكان لابن كثير موقف معارض للإسرائيليات، وتفسيره يعد من الكتب الخالية من الإسرائيليات تقريبا إلا القليل الذي يحكيه ثم ينبه عليه. ويبين ابن كثير رأيه في الإسرائيليات، فقال: بعد أن ذكر حديث بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر لاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما نشهد له بالصدق فذلك صحيح، أما الثاني ما علمناه كذبة بما عندنا مما يخالفه، أما الثالث فما هو مسكوت عنه، ولا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذه الأمور كثيرا، فيأتي مثلا عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، فما يذكرون في مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى عليه السلام من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم عليه السلام، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى عليه السلام، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، صدق الله العظيم، سورة الكهف الآية 22 إلى آخر الآية. قام ابن كثير أيضا بإثبات الصفات. يتبع ابن كثير في تفسيره مذهب السلف في إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت من غير تكيف ولا تشبيه ولا تعطيل حسب قوله. فيقول في تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم استوى على العرش، في سورة الأعراف الآية 54، ويقول هنا: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا،
ليس هذا موضع بسطها، وإنما سلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مثل مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكيف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، آية قرآنية في سورة الشورى آية رقم 11. بل الأمر كما قال الأئمة، منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدي. ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الآية 37 من سورة الرحمن. وهذه الآية كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، سورة القصص الآية 88. وقد نعت الله تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف. ويقول ابن كثير في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، الآية 22 من سورة الفجر. وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه، فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوف. انتهت حلقة اليوم التي أتمنى أن تكون أعجبتكم وأفادتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.